ما هي التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في العراق بشكل عام وفي الأنبار بشكل خاص؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية لجنابك ولجميع مشاهدي قناة الفلوجة المحترمين. في البدء طبعا أبارك لطلبتنا الأعزاء والهيئة التعليمية كافة في عموم العراق ببدء العام الدراسي الجديد. الحقيقة هناك تحديات كبيرة تواجه العملية التربوية والتعليمية في عموم العراق، ألا وهي مسألة نقص في الكتب أو شحة في توزيع الكتب. هذه طبعا مسألة مستفحلة سنوية يعاني منها الكادر التربوي والكادر التعليمي في جميع محافظات العراق، ليس في الأنبار بالخصوص. عمليات تدوير أو إعطاء الكتب التالفة زاد سوءا لبعض الطلبة، يعني احنا كنا نتأمل انه طلبة الصف الأول ابتدائي والثاني المرحلة الابتدائية بالعموم أن تعطى لهم كتب جديدة. تعرفوا اليوم طالب اليوم قادم إلى مدرسته لازم يفرح اليوم بكتب جديدة وقرطاسية أيضا، لكن للأسف الشديد احنا كل سنة نلاحظ هناك تراجع في العملية التعليمية في عموم العراق. هذا يعزو هذا الشيء الأخوة في وزارة التربية إلى قلة التخصيصات المالية. احنا من خلالكم طبعا ناشد السيد دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شاع السوداني أن يولي اهتمام في المسألة التربوية والتعليمية في العراق ايضا من ناحيه تعليميه وايضا الصحه. تعرفون حضراتكم اليوم المواطن ما يهمه هو العمليه التربويه والصحه، فاتمنى ان تكون موازنات والتخصيصات الماليه في كل عام مبوبه قبل اشهر حتى لا نقع في هذه المشاكل التي تعاني منها تربيات محافظات العراق عامه. نعم، هنالك تصريحات حكومية تشير إلى حاجة العراق إلى أكثر من 10,000 مدرسة، يعني كيف تتعاملون مع هذا وإنعكاسات هذا النقص على العملية التعليمية؟ الحقيقة يعني من المحزن جدا أن نرى في إحنا عام 2024 ونرى بعض المدارس الطينية في جنوب ووسط العراق، هذا طبعا شيء محزن جدا. يعني كنا نتأمل أن تكون هناك سرعة في إعادة تأهيل المدارس خلال العطلة الصيفية. يعني إحنا اللي حقيقة شخصة على وزارة التربية إنه لماذا يكون الهدم والبناء أثناء العام الدراسي، طبعا كل سنة هذا. إضف إلى ذلك جنابك العرفين اليوم عندنا أكثر من مدرسة كرفانية، هذا الشيء طبعا يعني ليس كسوء مناخ جوي كأمطار أو صيف حار شتاء، لكن أيضا هناك خطورة من الناحية الأمنية. أنا أعتقد يعني وزارة الداخلية عممت كتب رسمية إلى جميع الدوائر بضمنها طبعا وبالأخص المدارس أن لا تكون هناك مدارس كرفانية. نتأمل خلال الأيام القادمة والأشهر القادمة حسب ما طبعا سمعنا بتقريركم أن هناك جدية من الحكومة العراقية لإعادة تأهيل المدارس بالسرعة الممكنة، ولكن أيضا بنفس الوقت أتمنى أن لا تكون خلال العام الدراسي الحالي. لأن تعرفون اليوم إحنا عندما نهدم مدرسة سوف يكون تضارب بالدوام، حيكون دوام ثنائي أو ثلاثي، هذا راح يؤدي إلى تعب من الناحية التعليمية الكادر التدريسي وأيضا الطلبة. يعني اليوم الطالب بنفس المدرسة يأخذ ثلاث محاضرات او ثلاث دروس باليوم، بعدين يطلع لمرحلة اخرى تاخذ ثلاث دروس او ثلاث محاضرات وهكذا، هذا راح يسبب عرقلة كبيرة للطلاب وايضا الكادر التدريسي. هناك احب ان اشير نقطة مهمة جدا، احنا كل سنة نعاني من مسألة نقص الكتب. اتمنى من السيد معالي وزير التربية المحترم ان يكون هناك دراسة جادة ودراسة خمسية أو عشرية كل سنة تطرح قبل عام الدراسي الجديد، عدم تغيير المناهج الدراسية، هناك حذوفات يجب أن تدرس قبل أن تكون حذوفات. تعرفون الخلل اللي صار بالكتب المدرسية هو ضمن السنين التي رافقت كورونا فيروس والتدريس الإلكتروني، هذا طبعا سبب شحة. الحل الأمثل أن تكون هناك في كل تربية في كل محافظة مطبعة، أيضا هناك عندنا أطنان من الكتب والدفاتر التي سوف تتلف كل عام دراسي. أتمنى أن تكون هناك معامل لإعادة تدوير هذه الكتب والدفاتر وإعادتها إلى الخدمة للسرعة وتوزيع عادل لكافة الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية. نتأمل إن شاء الله من الحكومة العراقية أن تكون لها جدية وسرعة فائقة لإعادة هيكلة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمضي في العملية التربوية وإنجاحها في العراق.
نعم. إذن الأستاذ عبد المنعم الدوسري صاحب معهد تدريسي كنت معنا من الأنبار، شكرا جزيلا لك.